رجح تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية مع وسائل إعلام دولية أن تكون نيران دبابة إسرائيلية قد أصابت مكتب الوكالة، وذلك في قطاع غزة والذي لحقت به أضرار جسيمة في 2 نوفمبر الماضي دون سقوط ضحايا. استند التحقيق إلى لقطات وتسجيلات صوتية رصدتها مباشرة كاميرا تابعة للوكالة، فضلا عن صور للشظايا التي تم جمعها غداة القصف وتحليل للقطات عبر الأقمار الاصطناعية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفى أن يكون استهدف المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في مدينة غزة شمالي القطاع.